وحول تداعيات الجفاف في العراق والفشل الحكومي في مواجهة الأزمة ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميضعي. أهلا بك معنا أستاذ لبيد. أهلا وسهلا بكم، حياكم. حياكم الله أستاذ لبيد. يعني جفاف شبه كلي لبحيرة ساوة الطبيعية التي يمتد عمرها كما تعلم لآلاف السنين. بداية، إذا كانت الأسباب معروفة كما تقول الحكومة، هل هناك خطط لحماية ما بقي من البحيرات برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما حدث لبحيرة ساوة بالحقيقة لم يكن مفاجئا، العالم كله كان يراقب البحيرة، وكانت مناسيب المياه فيها تنخفض مع الزمن يعني. وهذه المسألة منذ مدة طويلة، منذ عدد سنين بدأ الناس يلاحظون انخفاض المستويات المياه فيها، والأسباب كانت كلها معروفة طبعا، والحكومة أول من يعرف يدرك ويعرف هذه الأسباب. وكما ذكرتم في التقارير، الضخ المتزايد والهائل للمياه الجوفية من جنوب البحيرة لتغذية الممالح الواقعة في السماوة هو كان أحد الأسباب أو السبب الرئيسي لشحة المياه ثم اختفاء المياه، لأن المياه الجوفية كانت تزودها، المياه التي كانت ترشح من نهر الفرات قريب منها ترشح وتزود البحيرة بالمياه. فاختفاء هذه البحيرة تبعه اختفاء، حسب ما علمنا، اختفاء بحيرة سد حمرين، بحيرة حمرين. وأعتقد أن حالة الجفاف ستستمر في ظل انعدام الضوابط وانعدام الاهتمام والاكتراث الحكومي للموارد المائية للعراق. فلا أمل، إذا كان هناك من يعلق آمالا يعول آمالا على الحكومة من أجل أن تقف وقفة جادة من أجل ضبط الإسراف أو ضبط استخدام المياه والمياه، خصوصا المياه الجوفية، فلا أمل في ذلك. فالحكومة غير مكترثة بهذه المسألة. سيد لبيد، في ظل هذا الجفاف، يعني قطاع الزراعة بطبيعة الحال تضرر كثيرا، هل قدمت الحكومة في بغداد حلولا لهذه الأزمة لتساعد على الأقل المزارعين المتضررين؟ الحكومة هي بالحقيقة هي مصدر أزمات يعني. الحكومة هي أحد من أسباب المشاكل التي يمر بها العراق، ومن بين هذه المشاكل التي تخص الموارد المائية ومشاكل الزراعة والتصحر. لا، الحكومة تقف مكتوفة الأيدي وتقدم مبررات وتعلق الأمر دائما على التغيرات المناخية وعلى ارتفاع درجات الحرارة في العراق، في حين أن الموارد الهائلة التي يمتلكها العراق تستطيع الحكومة لو كانت جادة ولو كانت حريصة على العراقيين وعلى الزراعة وعلى المزارعين، لو كان لاستخدمت هذه الموارد الهائلة، المالية الهائلة التي يدرها تصدير البترول، لاستخدمتها في تخضير الصحراء وفي إنشاء أحزمة خضراء حول المدن وحتى تخفيف حدة المناخ. هذه الإجراءات معروفة، وأصبحت هناك تقنيات زراعية متقدمة وتستطيع أن تستفيد من خبرات على سبيل المثال في الصين وحتى المملكة العربية السعودية. كثير من البلدان التي هي الحقيقة بلدان صحراوية بحتة استطاعت أن تتغلب على حالة الجفاف أو التصحر التي الطبيعية التي تعيشها، لكن الحكومة العراقية لا تهتم بهذه المسألة. طيب. والمواطن العراقي، مصلحة المواطن العراقي يحتل الدرجات الدنيا في مسألة اهتمام الحكومة العراقية. يعني كما ذكرت سيد لبيد، جفاف بحيرة ساوة لربما سبقه جفاف بحيرة حمرين، نقص منسوب نهر دجلة يدفعنا لربما للبحث عن دور إيران في موجات الجفاف التي تضرب العراق. برأيك كيف يعني ترى الدور الإيراني من هذه الأزمة؟ طبعا إيران هي أكبر المستفيدين من الجفاف، حالة الجفاف التي يمر بها العراق. لماذا؟ لأننا نعلم أن إيران منذ عدة سنين
أصبح العراق بالنسبة لها سوقا رائجا لمحاصيلها الزراعية، المنتوجات الزراعية التي ينتجها المزارعون الإيرانيون. ونعرف تماما أن حتى هذه المحاصيل الزراعية أصبحت تنافس المحاصيل الزراعية المحلية. لماذا؟ لأن الحكومة لا تفرض أي ضريبة جمركية على المحاصيل الزراعية التي تمر عبر المنافذ الحدودية العراقية وتغزو السوق المحلية العراقية. فإيران من مصلحتها طبعا أن تتضرر الزراعة في العراق وأن يقل الإنتاج الزراعي في العراق لكي يزداد اعتماد العراق على محاصيلها الزراعية. لذلك قامت إيران عن عمد بتحويل عدة مجرى، عدة أنهار من الروافد التي تزود الأنهار العراقية، كما حدث سابقا في زاب الأسفل، وكما حدث من مسألة تغيير مجرى نهر الكارون كرخة. كل هذه نعم. الإجراءات التي تقوم بها إيران لمصلحتها. نعم سيد لبيد، يعني في ظل هذه الأزمة بدأت موجة من الهجرة تغزو أوساط الفلاحين من جهة، وعمليات نزع لأراضيهم من جهة ثانية، ألا ترى أن هناك لربما خطة لتغيير ديموغرافي تعمل عليه الحكومة في محافظات بعينها؟ إذا تكلمنا بصورة عامة عن مسألة التغيير الديموغرافي، بالحقيقة هذا نهج أصبح نهجا راسخا تنتهجه الحكومة. لماذا؟ لأن الحكومة كما نعلم تتكون من قوى تستفيد من عملية التغيير الديموغرافي للمناطق، لا سيما المناطق المتضررة الآن وهي محافظة ديالى ومحافظة صلاح الدين. والتغيير الديموغرافي كما نعلم حاصل في محافظات أخرى كمحافظة الأنبار ومحافظة نينوى ومناطق الأحزمة بغداد. هذه الإجراءات أصبحت معروفة من إجراءات الحكومة. ما يحدث حاليا عملية الجفاف وترك المزارعين لأراضيهم ولأريافهم والتوجه إلى المدن هذا يسهل على الحكومة تنفيذ سياستها هذه، لذلك لأن ذلك يسهل على القوى النافذة في الحكومة، لا سيما القوى والأحزاب التي لها ميليشيات وأدوات وآليات مسلحة، تسهل عليها الاستيلاء على الأراضي المتروكة. نعم. بحجة أنها غير مستثمرة حاليا. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر الهاتف من مالمو، عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لك.